تحياتي لكل اللي عم بيتابعونا عبر فقرة الأحلام وتفسير الحلم. اليوم حلمنا اليوم عن تفسير خيانة الحبيب بالمنام. لا تعتبر هيدي الرؤية مريحة على الصعيد النفسي، بس على الصعيد النفسي عم نحكي، فهي تدل على مخاوف الرأي من عدم إخلاص الشريك، ولكن التفسير غير ذلك. للمتزوجة تدل على تعلق الزوجة بزوجها، وللعزباء تدل على سوء تفاهم مع الشريك، وهالسوء التفاهم هو بيتعلق بمستقبلهم، وكمان بمجرد ما تشوف الخيانة بالمنام تدل على انه الشريك عنده نوايا طيبة تجاه الفتاة العزباء. ولرجال الأعمال والموظفين تدل على علاقة سرية أو جديدة قد يدخل بها الرأي. هيدي كانت تفسير حلمنا لليوم. كل حلم وانتم بخير، ضلكم بألف خير، وباي باي.